أنا أحمد زبزافي، والد ناصر زبزافي المعتقل حاليا بسجن عكاشة. هذا هو التعريف ديالي. الحراك باش ما نقولوا حنا كنشجعوه، لا، أبناء الريف، شرفاء الريف، لأن الانتفاعيين الانتهازيين هادو نسبة قليلة هنايا في هاد المنطقة، لأن هاد المنطقة ما كتنجبش داك النوع. دوك النوع كيكونوا والفوها في جهة أخرى وداروها هنا. هاد المنطقة كتنجب غير الشرفاء. وإلا رجعتوا للتاريخ ديالها غادي تلقاوها، ولكن التاريخ ديالها لم يدرس. فاحنا الناس ديال المنطقة كلهم مع الحراك. هاد الناس هادو اللي بغاو ينسفوا هاد الحراك وهاد القوات الهائلة اللي جات للريف وسطات، يعني حولت المدينة إلى سانتياغو بينوتشي 1973. هذا عار. احنا عندنا راه الواجهة الخلفية ديال الدولة المغربية نحو أوروبا، ولكن هاد الناس ما كيفهموهاش. هاد الناس كيفهموا قضية واحدة، المقاربة الأمنية مع هاد المنطقة. وكنتمناو يفهموا شوية هاد الناس هادو ويشوفوا شوية. يعني احنا ما طالبين والو، احنا طالبين مسائل، يعني بحال اللي قلت سابقا، مقاول واحد في المغرب يستطيع يدير ديك المشاريع كامل بدون اي عناء. ولكن لماذا الرفض؟ لماذا الامتناع؟ علاش؟ اي ذنب يقترف له؟ واش يعني حتى ناصر منين دخلت القوات ديال الامن المنزل ديالنا ما استطعتش تثبت اي شيء، ما استطعتش تحصل على اي شيء، بدليل ان هذا السيد هذا كل ما ينعت به من طرف البعض ومن طرف بعض المواقع الفاسده، المواقع الملعونه، المواقع الغير الاخلاقيه، المواقع نقدر نقول يعني أخلاقي، ما خصنيش نقول هادشي هذا في رمضان، ما يعني كيجيبوا شي مسائل على هاد الولد هذا، ما نعرف منين كيجيبوها، ما عرف شكون اللي كيقول لهم، أكاذيب وأكاذيب وأكاذيب يعني ما عرفتش يعني ما عرفناش حنا فيه. وغادي نوصلوا نديروا إعلام نزيه، إعلام في المستوى، إعلام باش يشوفوا عندنا الناس، دائما إعلام منبطح، إعلام خانع، إعلام متملق، إعلام متزلف. فهذا الإعلام فليذهب إلى الجحيم. حنا 7 شهور حنا في الشارع، مرة واحدة ما هبطت الدوزام ولا القناة الأولى ولا شي وحدين أخرين اللي كينتميو لهذا الوطن يهزوا صورة واحدة، ماشي شريط حي ولا صوره واحده، يقولوا هاد الناس هادو راه اللي كيطالبوا كلشي كان صمت القبور. معناه هادشي هذا، علاش حنا بهاد التهميش بهاد الحقد اللي كنعيشوه؟ علاش هاد الناس هادو ما بغاوش، بحال اللي قلت سابقا، هاد الناس ما بغاوش يتصالحوا معنا، ما بغاوش يكذبوا. انا اذا كنت مواطن مغربي بحال لي مواطن مغربي، راه حتى هاد المطالب هذا من المعيب تكون مطالب، لان انا مواطن مغربي عندي حق في العلاج والتعليم والشغل. والا بغاو هما يحرمونا من هاد الثلاثه، راه حنا كنقتلوا الشباب ديالنا كيموتوا في البحر، النتيجه ديال السياسه ديال هاد الناس هادو اللي كينهجوها تجاه هاد المنطقه. شفناه كانت معنوياته عالية، وأنا من هذا المنبر هذا الوزير الله يخليكم
يعني كنشكر داك المجموعه ديال المحامون اللي جاوا يأزروا هذا الولد هذا. يعني في الحقيقه انا اللسان ديالي كيعجز عن كيفيه شكر هؤلاء. شفناه معنويات ديالو عاليه، هو ماشي هو دائما هكذاك، هو منذ صغره هو دائما يتمرد على العبث، يتمرد على الظلم، يتمرد على الاشياء اللي ماشي هي هذيك، ودائما كيحب الخير كيحب كذا. هو هذا الشيء هذا راه ماشي دارو لراسو، دارو للمنطقه ككل. هو استطاع يدير اللي ما استطاعوش يديروه ما يسمى بالاحزاب السياسيه، استطاع يوصل لشي مسائل اللي ما كانتش هنا في الريف، استطاع يوحد. واعتقد انا هذا الشيء هذا هو اللي ازعج البعض فتدخلوا بهذه القوه بهذا الشكل. يعني دابا حاليا كيضربوا لنا النساء ديالنا في الشارع، وحنا في الريف عندنا المراه خط احمر. علاش هاد الناس كيعرفوا المنطقه كيفاش كتعامل المراه عندنا منذ عهد السيبه الى يومنا هذا. حتى الاستعمار الاسباني حافظ لنا على التقاليد ديالنا مع تجاه المراه كذا، ولكن هاد الناس علاش جاوا يديروا لنا هكذا؟ ماذا نمسي ليا انها مشات في الحراك. وشنو دار الحراك؟ ياك الدستور المغربي ينص على حق التجمهر، وعلاش كيمنعونا؟ كيجي وزير الفتيت كيقول لك بناء على القانون، انا نجي نقول لك يا ودي رخصه ديال التظاهر غادي تمنعني. يعني عندهم الابواب مغلقه من جميع الجهات. دابا شنو عندنا؟ دابا تقاضى لينا حنا الكلام. دابا عندنا قضية، سننتظر يوما عند الله لا ترد فيه المظالم. أما هنا لأن هاد الناس هذو كيدفعونا في ذاك الشيء، في التيئيس، في كذا، في هذه، في هذه، في هذه، في هذه، لحاجة في نفس يعقوب. ورمي الريف للمزبله، ولكن المزبله التاريخ هما اللي غادي يمشيو ليها. الريف دائما التاريخ ديالو افضل. الريف ما عمرو دار شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، سواء في 1898، سواء في 59، سواء في 84، سواء في 2016، سواء يعني عبر جميع محطات التاريخيه ديال الريف كلها، محطات عز وكرامه واخلاق ونبل وشرف. الاخرين اللي كيحسدونا على هذا الشيء هذا بغاو يدمروا المنطقه، فكان الله في عوننا. وننتظر قصص السماء او عداله السماء. ولا ما بغاوش هاد الناس هادو، حنا ماشي ضعفاء، لا حنا مستضعفين. الفرق بين الضعيف والمستضعف، حنا مستضعفين. هاد الناس هادو ما بغاوش يفهمونا، ولا ما بغاوش يفهمونا في الحق، ما بغاوش يفهموا. لان الانسان اللي ما باغيش يتحاور والحوار يعني هذا تقليد حضاري كتمتاز به الشعوب المتحضره. اما الانسان اللي ما باغيش الحضاره فقط كيهبط بقواته ليقمع ويعتقل ويختطف ويسجد، هذا خصنا حوار. الدوله خصها تتحاور مع هاد الناس هادو، مع هاد الشباب هادو. هي كتصيفط وزراء يتمشاو في الشارع قطعوهم الاخر المواطنين، وكيقول لك راه صيفطنا حنا بياسه وزاريه، وكيصيفطوا الناس كيقول لك حنا جلسنا مع المنتخبين. اي منتخب يتعدد؟ المنتخب جميع المنتخبين اللي طلعوا من هنا كلهم طلعوا بالفلوس، كلهم طلعوا عن طريق الاخر المال. اما الانسان الشريف، اولا عندنا هنا في الريف الشرفاء ما كيبغيوش يترشحوا،
بمجرد اللي ترشح الانسان يرمى في خانه كذا، لان كتجي كيقول لك كنا نديرو مع المنتخبين، وهاد الناس ديال الحراك التهميش ديالهم علاش؟ واش هما بوعوا يعني كيخافوا منهم؟ انسان بسيط، وانتم كتشوفوا انسان بسيط وابنه بسيط وابسط واحد في المنطقه كاع، جلسوا معاك وهضروا الى اخره وغادي توصلوا للحل، كل واحد يدخل لدارو وكل واحد يدير. علاش هذه العنجهيه كامله ديال هاد المسؤولين؟ علاش؟ راه العنجهيه مع واحد صغير بعض المرات كتسبب في انفلات امني، وحنا ما بغيناش نوصلوا لهذاك الشيء، لان حنا حضاريا القوات الامنيه استعملت معنا جميع وسائل القمع، ولكن حنا قبطنا في السلميه، وسلميتنا هي التي ستهزم قوه هؤلاء. بحال اللي كيقولوا القديم السيف ينتصر على الدم. وشكرا.